يا مساء الفل عليكي يا احلى متابعين في الدنيا، وحشتوني جدا جدا. فيديو النهارده هو اعاده تدوير علب السمنه او علب اللبن الصناعي او العلب الصفيح بتاعه الصلصه، بس تكون حجمها كبير او حجمها الصغير برضه هتستفيدي معانا بالفكره لو عندك. انا هنا هستخدم معاكو علب اللبن الصناعي دوت. تمام، انا دلوقتي مش هحتاج الغطا، هفصل الغطا عنها. بس بنات قبل ما ابدا الفيديو انزلي بسرعه اعملي اشتراك للقناه لو اول مره بتشوفيني، ويلا بسرعه اعملي لايك عشان الفيديو يترفع ويوصل لناس كتير قوي. ولو حابه ان انت تشاركي الفكره مع اصحابك مع قرايبك اكون شاكره ليكي جدا. ما تنسيش كمان التعليق الحلو منك عشان بيشجعني ان انا اكمل. هنا يا بنات لو انت حابه تغسلي العلبه دي اغسليها، بس هتنشفيها كويس جدا عشان بتصدي بسرعه. لو انت حابه ان انت تمسحيها كده اهوت بفوطه نظيفه عادي هتنضف معاكي وهتبقى برده زي الفل. تمام، هنغير بقى لونها. بص ده الغطا انا مش محتاجاه فهستغنى عنه. هنغير لونها بقى لو انت عندك اللي هي الالوان اللي هي الزيتيه اللي هي الوان البوهيه او اي حاجه عايزه تستخدميها، لو عندك السبراي بنت ده. بس انا بفضل السبراي بنت اول حاجه لان هو سهل في الاستخدام، تاني حاجه ان هو بينشف بسرعه جدا وعملي بصراحه. انا هنا كنت خلاص غيرت لونها للون الاسود زي ما انتم شايفين كده اهوت. هستخدمها بقى في فكره حلوه قوي عندي في المطبخ. يلا بينا نروح على المطبخ ونشوف استخدمنا الفكره بتاعتنا في ايه. انا هنا يا بنات استخدمتها كمنظم كده للمعالق الخشب، وتقومت بتوزيع السيليكون زي ما انتم شايفين كده اهوت. استخدمتها وغيرت شكلها وخليت شكلها حلو جدا، واستفدت بيها بدل مرميه. لو عجبتك الفكره النهارده اكتبي لي في التعليقات ان هي عجبتك وعايزه الفيديو اللي جاي يكون ايه. متنسوش يا بنات اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس على كل لو اول مره بتشوفيني. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي. مع السلامه.